الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تعلن انقطاع المياه عن بعض المناطق في القاهرة الكبرى غدا من الساعة 10 صباحا حتى 8 مساء. فيديو جديد من قناة رحمة من الله. في البداية يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد ومفيد ان شاء الله. فقد اعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع المياه يوم الجمعة الموافق 12/6/2020، وذلك من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 8 مساء نفس اليوم، عن مناطق الكلية الفنية العسكرية، منطقة المعهد الفني للقوات المسلحة، منطقة دار الضيافة، مستشفى عين شمس التخصصي، وضعف المياه في مستشفى كوبري القبة العسكري، وذلك ضمن أعمال تنفيذ كوبري للمشاة بجوار مستشفى كوبري القبة العسكري. وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وأكدت أنها تقوم بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفي حال وجود أي شكوى يمكن الاتصال بالخط الساخن 125.